بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد الفيديو اللي مال أول يوم عمل بالورشة كان هناك انتقادات من الحرفيين. أكو ناس طبعا متابعين حرفيين يعني شغلتهم هي هذه شغلات يعني اللحام السمكرة الصبغ الشغلات يعني هواية عراقيين طبعا مهنيين يشتغلون بالصناعة في دول متعددة وحتى طبعا في أقصى الدنيا. بالنسبة للانتقاد النظارة يعني النظارة أنا عندي نظارة ولكن أنا ما ارتديتها وهذه مثلا النظارة يعني أمتلك دائما بالعمل بالأكسجين أو بالولدين وأيضا الكلاسيكي أو التقليدي هذا أيضا هم عندي يعني وغير الشغلة الصغيرة أيضا هم عندي. فبالنسبة إلي حتى البدلة مع العمل هاي بدلتنا البيرسوت يسمونها بدلة العمل القديمة عندنا. بالنسبة للكفوف أو يسمونه الغلابس هذا مال العمل اللي جاي يشوفونه هذا موجود عندي. طبعا أنا العدة عندي من زمان طبعا قبل لا أشتغل هذا العمل يعني كل عمري مع أنه أنا اختصاصي إعلامي ولكن أيضا هوايتي له بالبيت أنا اللي أسوي كل شيء أنا اللي أصنع أنا اللي حتى يعني المدخلة أو ال اللي بالمطبخ أنا أسويها يعني تصميمي كلها بدل ما أشتري راح أسويها أصنعها. فعندي كثير من الشغلات يعني هسه العدد اللي عندي عدد كثيرة وعدد أشتري دائما أي شيء أحصله أشتري مثل هذا اللي يشوفونه يعني هذا الماكيتة دائما أستخدمها بالشغلات اللي أشوفه شغالة وعدد كل ما يصير عندي يعني في المجال أو أشوف شيء جديد يفيدني أشتري. يعني أنا عندي مثلا الولدي واحد محمول واحد ثابت كبير عندي الكوسرات عندي مثلا كوسرة صغيرة وكوسرة استخدمها مثل التنظيف عندي دريلات متنوعة دريل صغير دريل كبير العدة الباقية كلها يعني شنو احصل اجيبه مثلا هاي العدة دائما تصير عندي اي شيء يعني اشعر انه يفيدني بالورشة يفيدني بالبيت اشتري خاصة الاونلاين احسن الاونلاين احسن من المحلات اللي يبيعون بغلاء. شوف هذه العدد كلها جديدة وغير القديمة اللي عندي اللي طبعا اعدادها كثيرة و هذه وحتى شغلة البايبات يعني شغلة البايبات اللي حتى هذه شغلات البايبات ما بايبات أيضا أمارس يعني أكو شغلات مثلا غريبة أيضا أجيبها يعني مثلا هذا مال تجديد الحديقة الأشجار الورود هذا شوفوا أيضا شغالة وجديدة طبعا. فدائما أحب أقتني الشغلات. أما الأمور الهندسية الأخرى كلها عددها مكتملة يعني عندي هنا عندي
بالورشة، يعني ما أحتاج حتى ال مالت الرأس هذه أيضا مخليها استخدمها في حالة إنه صار عندي شغل. هسه تقولون أنتم مثلا أنت رجل اختصاصك غير، يعني شنو اللي يخليك مثلا تتجه إلى الشغلة؟ أولا احنا مو ضامنين الحياة، يعني نعتمد على تعرفوا احنا انا مو مثلا في دولة توفر لي مصروف شهري مثل اللي طالبي اللجوء او الناس اللي عندهم اقامات في اوروبا في استراليا في كندا، يوفروا لهم مصروف شهري على الاقل، ويوفروا لهم ايجار، يوفروا لهم شغلات كثيرة. هنا أنا أعيش ببلد أولاً بلد فقير، وبلد أصلاً أهله تعبانين، يعني ما يقدرون يوفرون الحياة البسيطة اللي إحنا كل إحنا دائماً نبتعد عنها، نروح ندور شغلة أوروبا ندور. هاي قسمتي، وخاصة أنا كنت رافض من البداية إنه أروح أطلب لجوء، ما كان عندي انه هدف اروح اطلب لجوء. لذلك من جيت بهاي الدولة رتبت نفسي على انه في حالة صار شيء ما عندي شيء اوفره مكسب للبيت، ما عندي تعرف عندي اطفال، عندي احتاج لهم حليب، احتاج لهم بامبرز، يعني أشياء كثيرة، أكل بالبيت، إحنا طبعا عائلة، البيت يحتاج كهرباء، ماء، إنترنت، كل شيء. ولهذا خليت دائما أنه أعتمد على هاي الشغلة، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، ولكن أيضا الله سبحانه وتعالى يقول لك اسعى اسعى يا عبدي. والحمد لله تاريخي أنا منذ أن كنت بالابتدائية، كنت صغير يعني 12 سنة، كان والدي كل عطلة يخليني أروح عند أحد أقاربي، يعني والدته تصير بتعم أبوي، أروح عنده أتعلم لحين حدادة ما أعرف إيه، كل مرة ينطني إلى شغل. يعني في لما كبرت ايضا رحنا نشتغل نجاره قوالب، وايضا مارست من خلال ما مر على العراق من حصار اقتصادي وغير هذا. احنا ايضا مو تقول مثلا من عليه القوم، يعني احنا اغنياء وامور من، لا ايضا نعتمد على ذلك. يعني انا من صارت عندي عائله اشتغلت سايق تريلر، اشتغلت فيتر، اشتغلت حداد، اشتغلت نجار، يعني هذه المهن صارت عندي خبره، مع انه انا عندي شهاده، لكن الشهاده انتم تعرفون كلكم يعني انه في وقت الحصار في وقت غير الحصار ما تفيدني لا شهاده ولا فيه. وممكن انه انت تظل عالق في الجيش اذا انت دخلت بشهاده، اولا راح تصير احتياط وضباط الاحتياط وما اعرف انت تعرفون هاي الامور. لكن الحمد لله هذا اليوم بس اريد افهم يا جماعه انه الواقيات النظاره وشغلات الامان في العمل متوفرة عندي، ولكن أنا في شغلتي هاي اللي سويتها البارحة ما كنت محتاج، لأنه شغلة قليلة يعني. وأشكر جميع المهتمين وأشكر جميع المتابعين إن شاء الله. إذا سنحت الفرصة راح أقدم فيديوهات لتصليح شغلات أخرى. شكرا جزيلا أعزائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.